وللمزيد من التفاصيل ينضم معي هاتفيا عميد عمادة البحث العلمي بجامعة شقرة الدكتور محمد الرعوجي. دكتور محمد مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. النور حياك الله أخي الكريم فيصل وسعيد والله بوجودي معكم في برنامجكم. الله يحييك. بداية برامج عدة عملت عليها الجامعة لدعم الباحثين، لنبدأ ببرنامج الباحث المبتعث، ما هو وما الهدف منه؟ طبعا بالحديث عن البرامج ابتداء ببرنامج الباحث المبتعث، طبعا هناك أهداف عامة لهذه البرامج كلها، أولها اللي هو تحقيق التميز العلمي والمعرفي وكذلك زيادة الإنتاج العلمي للجامعة وتحسين تنافسية الجامعة التصنيف المحلي. وبالحديث خصوصا عن برنامج الباحث المبتعث، هدفنا طبعا هذا البرنامج فريد من نوعه في الجامعة السعودية، يهدف إلى زيادة أواصر التعاون بين مبتعثي جامعة شقرة وكذلك مجاميعهم البحثية في بلاد الابتعاث. لماذا؟ لضمان استمرار التعاون البحثي عالي الجودة بين الفرق البحثية في جامعة شقرة والمجاميع البحثية في بلاد الابتعاث. نعم، فيما يخص برنامج دعم الأبحاث عالي الجودة التي تنشر في المجلات العلمية ذات الأثر العالي، ماذا تم فيه دكتور محمد؟ برنامج البحث عالي الجودة أو النشر العلمي عالي الجودة، هدفنا فيه أو الهدف كان من إطلاقه هو توجيه باحثي الجامعة جامعة شقرة للنشر في الأوعية العلمية الرصينة متمثلة في المجلات العلمية المندرجة تحت الربع الأول الأعلى حسب تصنيف شبكة العلوم وويب أوف ساينس. وما هي آلية دعم برنامج دعم أجور النشر دكتور؟ حقيقة مثل ما تعلمون ويعلمون الباحثين الكرام أنه أغلب الجامعات أو أغلب المجلات العلمية تتطلب رسوما لإتاحة المنشورات العلمية فيها بشكل مجاني ومفتوح لكل الباحثين حول العالم. وهدفنا من هذا البرنامج أو إطلاق هذا البرنامج هو تشجيع باحثي جامعة شقرة للنشر في هذه الأوعية العلمية عالية الجودة والتي تتطلب دفع رسوم نشر، وكذلك رغبة منا بتحت هذه المخرجات بشكل مجاني لعموم الباحثين حول العالم. لماذا؟ لزيادة الاستشهاد بها وتعظيم أثرها، العائد على تعظيم أثر المخرجات البحثية لجامعة شقرة وتحسين تصنيفاتها المحلية والعالمية. نعم دكتور محمد، ما هي المحفزات التي تقدمها الجامعة للباحثين؟ هل هناك محفزات مالية أو غيرها للباحثين حتى يبدأوا بالبحث بشكل يعني مناسب؟ نعم، المحفزات مثل ما تفضلت الآن هذه البرامج هذه كلها يعني محفزات للباحثين ودعم لهم، تعتمد على يعني أو لدعمهم بشكل بما يتناسب مع ما تتطلبه مشاريعهم البحثية وكذلك ما تسعى إليه الجامعة من رفع جودة الأبحاث المتمثل بإطلاق هذه البرامج. هذه البرامج كلها دعم مادي للباحثين، لكن يختلف أو تختلف متطلبات الباحثين من باحث لآخر. بعضهم يريد الدعم على شكل دفع رسوم نشر، الجامعة قدمت ذلك، وبعضهم يريده على شكل يعني تمويل جزئي على أبحاث مميزة منشورة في أوعية عالية الجودة. وكذلك إذا ذهبنا إلى مصادر تمويل أخرى اللي هو تمويل الدوري أو تمويل البحوث الدوري المقدم من جامعة شقرة، وهذا يتم دعم المقترحات البحثية بشكل مجزي لهم.